بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. احبائنا، من الاشياء المهمه جدا والاجزاء العميقه جدا في طقس البسخه بتاعتنا العظات اللي بنسمعها للاباء الاولين اللي بيسموهم في الكنيسه الاباء المعتبرين. فمثلا في الساعه 11 من يوم الثلاثاء من البسخه نلاقي عظه لابينا القديس انبا يوحنا ذهبي الفم، والانبا يوحنا برضو ليه عظه تانيه في باكر يوم خميس العهد. الاثنين تقريبا بيحملوا نفس المعنى، نقدر نعتبرهم بيكملوا بعض، لان الاثنين بيتكلموا عن هدف واحد، وهو التناول من جسد الله ودمه وما يليق بشعب ربنا لما يخش يتناول، وازاي استعداده يبقى للتناول من الاسرار المقدسه. هنقرا مع بعض نص العظه ونعلق عليها في بعض النقاط البسيطه. عظه لابينا القديس انبا يوحنا ذهبي الفم. أريد أن أذكركم أيها الإخوة بما أقوله لكم مرات عديدة وقت تناولنا من أسرار المسيح المقدسة. إذ رأيتكم في تراخ عظيم وعدم مخافة تستوجب النوح، فإني أبكي لنفسي وأقول في فكري، ألعل هؤلاء عارفون لمن هم قيام أو قوة هذا السر؟ ده سؤال مهم. وهكذا أغضب بغير إرادتي، وإني كنت أريد أن أخرج من وسطكم من ضيقة نفسي. وإذا وبخت أحد منكم لا يكترث لقولي، بل يتذمر علي كأني قد ظلمته. يا للعجب العظيم أن الذين يظلمونكم ويسلبون أمتعتكم لا تغضبون عليهم كغضبكم علي. أنا الذي أريد خلاصكم، أنا خائف ومرتعد حين علمت بعقاب الله الذي سيحل بكم بسبب تهاونكم بهذا السر العظيم. ألعلكم تعلمون من هو هذا الذي تريدون أن تتناولوا منه؟ هو الجسد المقدس الذي لله الكلمة، ودمه الذي بذله عن خلاصنا. هذا إذا تناول أحد منه بغير استحقاق يكون له عقوبة. فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا يوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. العظة أيضا بتاعت يوم باكر الخميس الكبير ناخد بس مضمونها، بيتكلم برضو أن هذا هو يوم التقدم إلى المائدة الرهيبة. حضرتك حط خط تحت كلمة الرهيبة كده، فبيقول الشروط إيه؟ فلنتقدم كلنا إليها بطهارة، وليفحص كل واحد منا ذاته، لأنه ليس إنسان الذي يناول الخبز والدم. أنا اختصرت جزء يعني، ليس إنسان الذي يناول الخبز والدم، ولكن هو المسيح الذي صلب عنا وهو القائم على هذه المائدة بسر. طبعا حضراتكم شايفين الكلام عن التناول قد إيه في منتهى المهابة. والحقيقة أحبائي، لا يوجد شيء على الأرض أو عطية على الأرض أو منحة يستطيع أن يعطيها إنسان لآخر مهما كان بيجله ويقدره أعظم من العطية السماوية التي يعطيها لنا الله حينما يعطينا جسده المقدس ودمه الكريم. مفيش عطية أعظم ولا أقدس من كده. عشان كده قديس يوحنا ذهبي الفم بيوضح لينا وبيقول سؤال بيستفسر بيه، هل إحنا مقدرين فعلا إحنا داخلين نتناول إيه؟ وهل إحنا نعي فعلا هو مين اللي بيناولنا الأسرار المقدسة دي؟ أرجوك شيل دماغك وإسرح بفكرك في الروحيات، هتلاقي إنك بتتناول جسد الله الذي كسر على عود الصليب من أجلنا والذي قام أيضا من أجلنا، وتتناول دمه الكريم الطاهر الذي بلا عيب ولا خطية، وإن الله نفسه هو اللي بيعطيك ويناولك هذه الأسرار المقدسة. فإذا بنقول قدام هذا الموقف المهيب وهذه اللحظة العميقة جدا في روحياتها، ما يليق بابن الله إيه؟ أول حاجة أحبائي ناخد كده نستنبط من كلام القديس يوحنا ذهبي الفم، أول حاجة أن نتقدم إلى جسد الله ودمه بتوبة حقيقية. دي أهم نقطة، يكون إنسان تايب مقدم توبة واخد أخذ المغفرة من خلال سر الاعتراف،
فيدخل هو للتناول من الأسرار التي تعطى. ربنا قال كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. هل في إنسان خاطي هينفع يثبت في الله؟ الله طبعا هو اللي بيعطينا المغفرة. فلازم الإنسان اللي يكون داخل مقدر قيمة ما سيأخذه ويحل داخله، لازم يكون إنسان تايب ومقدم توبة حقيقية وقاعد مع أب اعترافه وواخد المغفرة الكاملة. دي أول حاجة. النقطة الثانية يا أحبائي، ودي مهمة جدا، أن يتقدم الإنسان للتناول من الأسرار المقدسة بلياقة. احنا اتكلمنا الأول عن اللياقة الروحية، أيضا لابد أن يكون هناك لياقة جسدية. يعني إيه لياقة جسدية؟ يعني الإنسان يجي في أبهى صورة جسدية لي. إذا كنا بنروح مناسبات في العالم بنحاول فيها أن احنا نكون في أشيك وضع وأبهى صورة، فما فيش أعظم ولا أعمق ولا أقدس من التناول من الأسرار المقدسة، إن إحنا تستحق إن إحنا نبقى فيها في أبهى صورة جسدية. لازم. نقطة أيضا اللي تتعلق بالجسد، إن إحنا نكون داخلين لنتناول من الأسرار ولدينا مهابة في الهيئة اللي إحنا داخلين بها. لا يجوز أبدا أن يتقدم للأسرار إنسان متهاون في هيئته وفي منظره وهو داخل يتناول من الأسرار المقدسة، كبير كان أو صغير. تقول لي حتى الصغير الطفل، أقول لك ما هو الطفل ده لو مش شاعر بمهابة اللي هيتناوله ده هيلبس أي حاجة. ممكن يلبس اللبس بتاع اللعب بتاع النادي. لا، دور الآباء ودور الأمهات في البيوت ودور الآباء الكهنة والرعاة والمعلمين، إن احنا لازم نعرف الطفل ده مهابة التناول من الأسرار المقدسة، فلما يكبر يبقى المهابة دي مزروعة فيه من صغره، يبقى هو عارف كده. الإنسان داخل أحبائي عمال في سره يقدم توبة، توبة مستمرة، وعمال يقول له رب أنا الإنسان التراب أستحق التناول من الأسرار المقدسة دي. إحنا بنقول له رب يا من الملائكة تغطي بأجنحتها عيونها أمامك، ما تقدرش تشوف بهاء مجدك. وإذا كان ربنا يسمح لنا نحن اللي إحنا من التراب أخذنا ولسه في الجسد التراب أن نتناول جسده ودمه بشفاهنا وبأفواهنا، دي رحمة كبيرة جدا من عند ربنا، دي نعمة عظيمة جدا لابد أن احنا نحترمها ونقدرها. يبقى لازم يكون عندنا توبة روحية، ولازم يكون عندنا لياقة جسدية، ولازم يكون عندنا خشوع وإجلال للجسد المقدس والدم الكريم. تخيل إنسان داخل كده قدامه في ذهنه بيرى بعينه الروحية أن ربنا يسوع المسيح هو اللي بيناوله، وكأنه متواجد مع التلاميذ في يوم العشاء الرباني. نفس الوضع، مش هيختلف كتير على فكرة. هو بالظبط زي ما ربنا كسر وشكر وأعطى وقال لهم خذوا هذا هو جسدي لتلاميذه، هو بيدهولنا في كل قداس وبيديه لحضرتك في كل قداس. وزي ما بارك عصير الكرمة وقال لهم اشربوا هذا هو دمي، هو ده بالظبط اللي بيحصل وحضرتك بتتناول الدم. يبقى يليق بنا ويليق بتناولنا من الأسرار المقدسة كل مهابة وإجلال ووقار وتوبة وتقدير لهذه النعمة الإلهية. كل مرة هنخش نتناول يا رب هنفضل نفتكر الكلام ده كويس جدا، لكي ما نتناول من أسرارك فنخرج فارحين شاعرين إن احنا أخذنا النعمة العظيمة اللي كل الناس بتتسابق عليها. نقطة أخيرة أقولها بس، تخيلوا حضراتكم لو ربنا كان بيدينا جسد ودمه ده مرة في السنة مثلا، فرضا يعني مرة واحدة في السنة، كنا زماننا دلوقتي كلنا بنتكالب وبنقف يعني نحتشد علشان النعمة العظيمة دي. طب لو لقينا بقى ان ربنا مرحمه كبيرة قوي وبيدهولنا في كل قداس وفي كل كنيسة وفي كل دير، يبقى ما يليق بينا ايه؟ هل يليق بينا التهاون؟ هل عشان ربنا مرحمه كبيرة وأنعامه اللي بينعم بيها على الإنسان كبيرة جدا وعظيمة جدا الإنسان يقابل النعمة الإلهية دي بتهاون، ولا يقابلها بمنتهى التقدير ومنتهى الوقار ومنتهى الاحترام؟ لنتناول دايما من جسد الله ودمه بكل وقار ومهابة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.